الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام، نحمده تعالى ونشكره أن هدانا لأحسن الأخلاق وأرشدنا للابتعاد عن الرياء والنفاق، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه ليتم مكارم الأخلاق، عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، خواتي في الله، أحبتي في الله، فضلياتي العزيزات، درسنا اليوم إن شاء الله الغش وآثاره على الفرد والمجتمع. إن من رحمة هذا الدين دين الإسلام الذي ألزم الفرد بالواجبات واعتنى بحق الفرد وحق الجماعة وحرص كل الحرص على أداء الواجبات ودفع الحقوق إلى أصحابها كاملة موفورة، كما جاء قوله سبحانه وتعالى في سورة المطففين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهذا وعيد شديد للذين يبخسون أن ينقصون المكيال والميزان، فكيف بحال من يسرقها ويختلسها ويبخس الناس أشياءهم؟ إنهم أولى بالوعيد من مطفف المكيال والميزان. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغش وتوعد فاعله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. رواه مسلم. فكفى باللفظ النبوي ليس منا زاجرا عن الغش وحاجزا من الوقوع في مستنقع هذه الآفة. وقد عرف الغش على أنه نقيض للنصح والفعل المستقيم. وإذا كان هو الغش وخلط الأشياء بغيرها وبما هو أقل منها، مثلا خلط اللبن بالماء، فإنه يعتبر إحدى الظواهر المنحرفة التي تظهر في المجتمع، وهي تدل على الخروج عن قيم ومعايير الشرع، مما يترك أثرا سلبيا على مظاهر الحياة الاجتماعية. وقد عرفه الكفوي كذلك: الغش سواد القلب وعبوس الوجه، ولذلك يطلق الغش على الغل والحقد. ومن صوره الكثيرة الغش في البيع والمعاملات والشراء، ففي باب التجارة نجد إخفاء لعيوب السلع واستغلال غفلة أحد الطرفين وعدم الوفاء بالعقود والمعاملات والإنشاءات والمقاولات، مما يؤدي ويسبب في دمار التجارة والصناعة والزراعة. وكذلك نجد النصح الغش في النصيحة، وهو انعدام صدق اللسان في إسداء النصح، وذلك بعدم الإخلاص فيها. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. ومن أمثلة أخرى الغش في العمل والوظيفة، ويتمثل في عدم تأدية هذا العمل بشكل يرضي الله ويخدم المجتمع ويريح ضمير الفرد، لكي يدخل في دائرة الفرد الصالح المصلح. أما الغش في الامتحانات كما هو حال مؤسساتنا التعليمية، وذلك سببه ضعف التربية الإيمانية وقلة الوازع الديني والتواكل والاتكال على الغير وعدم تحمل المسؤولية. وكذلك نجد إذا كانت هناك صور كثيرة لهذا الغش، فإن من آثاره أنه أعظم آفات التي تصاب بها الأمم، فتقوض دعائمها
وتهدم بنيانها وتزرع بين أفرادها الأحقاد والضغائن وتؤخرها عن ركب الحضارة. وقد شرع الله عز وجل لنا دينا قويما يقوم على النصح وحب الخير للغير. ومن آثاره وانعكاساته على الفرد والمجتمع أن الغش موصل إلى النار، دليل على دناءة النفس وخبثها وانحطاطها. البعد عن الله وعن الناس وعدم استحضار رقابته سبحانه وتعالى، إنه كذلك طريق لحرمانه من إجابة الدعاء، وهو يقلل البركة في المال والعمر، وهو كذلك دليل على نقص الإيمان، كما يسبب انهيارا في المجتمع من الأموال وتراجع الاقتصاد المجتمع الاقتصادي والاجتماعي. ولذلك نرى بعض طرق علاجه أن يتم حملات تحسيسية بأضرار هذه الآفة على الإنسان وعلى المجتمع، واستحضار مراقبة الله عز وجل، وكذلك وضع عقوبات قانونية صارمة على كل ممارس الغش. لذلك فإن سمو الأخلاق وخلوها من هذه الرذيلة يروم إلى الاستقامة والإخلاص والنزاهة والمعاملات الفاضلة واحترام حقوق الآخر والصدق في الأقوال والأفعال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأن الحمد لله رب العالمين.